السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن مجلس الآباء والأمناء والمعلمين. ينشأ في كل مدرسة من مختلف مستويات المراحل التعليمية مجلس للآباء والأمناء والمعلمين، يضم ممثلين للآباء والمعلمين وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية. أهداف مجلس الآباء والأمناء والمعلمين: أولا، تحقيق اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار. ثانيا، العمل على تأصيل الديمقراطية في نفوس الطلاب وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة التي تساعد على تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن. ثالثا، تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون في دعم العملية التعليمية. رابعا، تعبئة جهود المجتمع المحلي من أجل توفير الرعاية المتقدمة للطلاب وبصفة خاصة للفائقين والموهوبين وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بهم علميا وثقافيا واجتماعيا وقوميا. خامسا، الارتقاء بالعملية التعليمية والتغلب على المشكلات والمعوقات التي قد تعترضها بالتعاون بين الأمناء والآباء والمعلمين. توثيق الصلاة والتعاون المشترك بين الآباء والمعلمين وأعضاء المجتمع المدني في جو يسوده الاحترام المتبادل من أجل دعم العملية التعليمية ورعاية الأبناء. سادسا، إبداء الرأي في اختيار مدير المدرسة في تقويم أداء عمل كل منهما عند التجديد لأي منهما. كيفية تشكيل الجمعية العمومية لأولياء الأمور: تشكل الجمعية العمومية لأولياء الأمور على المستوى من أولياء أمور كافة تلاميذ المدرسة، وتعقد اجتماعها السنوي في غضون 15 يوما من بدء الدراسة بدعوة من مدير المدرسة وتحت رئاسته، ولا يعتبر اجتماعه صحيحا إلا بعد حضور 50% من عدد الأعضاء على الأقل. وإذا لم تكتمل هذه النسبة في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور نسبة 25% على الأقل من الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب الأخير يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور نسبة 10% على الأقل من الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب الأخير يعين المحافظ المختص الأعضاء المقرر انتخابهم. كيفية تشكيل الجمعية العمومية للمعلمين: تشكل الجمعية العمومية للمعلمين على المستوى المدرسة من جميع معلمي المدرسة، وتعقد اجتماعاتها السنوية في غضون 15 يوما من بدء الدراسة بدعوة من مدير المدرسة وتحت رئاسته، ولا يعتبر اجتماعها صحيحا إلا بحضور 50% من المعلمين على الأقل. يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة من عدد 13 عضوا على النحو التالي: 5 أعضاء يمثلون أولياء أمور التلاميذ من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية لأولياء الأمور. 4 أعضاء من الشخصيات العامة المهتمين بالتعليم يختارهم المحافظ المختص أو من يفوضه من قيادات الإدارة المحلية: السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، رئيس المركز، رئيس المدينة، رئيس الحي أو رئيس القرية. 3 من معلمي المدرسة ينتخبهم المعلمون في اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين ممن ليس لهم أبناء في المدرسة، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبا له يحل محل الرئيس في حالة غيابه من بين الأعضاء عدا مدير المدرسة والمعلمين بها. ويتولى أقدم الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة أعمال أمانة المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
يعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة جلسة واحدة على الأقل كل شهر، وكذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه. ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضروا 7 أعضاء على الأقل، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس. يجب الانتهاء من تشكيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المدارس في الأسبوع الثالث من بدء الدراسة، كما يجب الانتهاء من تشكيل على مستوى الإدارة في موعد غايته الأسبوع الخامس، وعلى مستوى المديريات في موعد غايته الأسبوع السابع، وعلى مستوى الجمهورية في الأسبوع العاشر من بدء الدراسة. لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. قناة HM.